جنس الأسماك يختلف عن جنس الإنسان، وجنس الحيوان يختلف عن جنس الإنسان ما كذلك. وحتى في الأجناس الحيوان مختلفة تختلف في قوة السمع وقوة البصر. وحتى في الجنس الواحد الذي هو جنس الإنسان يتفاوتون في البصر، بعضهم ينظر واحد ميل وهو أقصر شيء على تقدير يعني أن هذا أقصر شيء وأقل، وبعضهم لا ينظر إلا أقل من ذلك. أنا من غير النظارات لا أستطيع أن أقرأ الكتاب، لا أرى من غير النظارات، لكن هناك من تأتيه بكتاب مهما كانت الحروف صغيرة بإمكانه أن يقرأ. إذا نحن كأمة أو كبشر عندنا كلنا صفة ماذا؟ البصر. مع ذلك نتفاوت في البصر، هذا بصره قوي، هذا ضعيف، هذا بين ذلك، هذا أقل، هذا أكثر، وهكذا. وحتى في لون البصر كل له صفة خاصة به، هذا زرقاء، هذا خضراء، هذا سوداء مظلمة، هذا أقل، يعني أنتم تشاهدون هذه الأشياء. طيب هذا من الجانب ماذا؟ من الجانب أنك تخاطب شخص يمثل صفة من صفات الله عز وجل بصفة من صفات المخلوق، بصفة من صفات المخلوق. نذهب معه ونقول له إذا كنت أنت تبصر أقصى ما تنظر كم؟ واحد ميل. أتدري الله عز وجل مد بصر الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل ينظر يبصر، الله عز وجل يبصر وليس ينظر، يبصر النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء وهي تدب، يسمعها ويبصرها ويراها. الله عز وجل يبصر ما في قعار البحر، هل أنت تبصر ما في قعار البحر وهو من فوق سبع سماوات؟ الله عز وجل يبصر كل ما هو موجود في هذا الخلق، فهل أنت كذلك؟ إذن مستحيل أن تقول بصر الله مثل بصر، لأن بصر الله عز وجل يبصر به المخلوقات أينما كانت وماذا تفعل. إن الله كان سميعا بصيرا، أي سميعا لما تقولون وبصيرا بما تفعلون. هكذا الآية، هكذا قال أئمة التفسير، وكان الله سميعا بصيرا، أي كان سميعا بما تقولون. فالإنسان إذا قال شيء فالله جل وعلا يسمعه، وإذا فعل شيء فالله عز وجل يراه ويبصره. وكان الله سميعا بصيرا، سميعا لأقوالكم وبصيرا لأفعالكم، سواء كانت هذه الأفعال خير أو شر، وسواء ما تحدثتم به خير كذلك أو شر. ولذلك الله من فوق سبع سماواته يسمعك ويبصرك. فأيها الإنسان أنت هل تستطيع أن تسمعني؟ تسمع من بعد هذا الشارع أو خارج المسجد؟ لا تستطيع. هل تستطيع تسمع؟ لو تحدث شخصان خارج المسجد هل تسمعهما؟ إذن كيف يكون بصيرا؟ كيف يكون سمعك مثل سمع الله عز وجل؟ عائشة رضي الله عنها قالت، فالمرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والله يسمع تشتكي له. إذن سمعهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، سبع سماوات. فقالت عائشة رضي الله عنه تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لكنت في الحجرة وكان يخفى علي ما تقول، والله سمعها من فوق سبع سماوات. إذن كيف يكون أيها الإنسان الضعيف، كيف يكون سمعك مثل سمع الله عز وجل وبصرك مثل بصر الله عز وجل، مع أن هذا قياس بسيط جدا،
هذا قياس بسيط، يعني لا نستطيع أن نقول لهذا الشخص تعالى وتعالى أتحدث هنا وقل لي ما في نفسي، لأن الله عز وجل يعلم ماذا خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا الذي يقول علم الله مثل علمه، تقول له الله يعلم ما في، ما تنطوي عليه بواطن الناس، أنت هل أنت كذلك؟ لذلك الله جل وعلا نفى أن يماثله شيء، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. إذا قال لك شخص هذه الصفات التي أنت تثبتها لله عز وجل تفيد التشبيه وتفيد التمثيل، فأنت تقول له أتثبت لله ذات؟ لأنه الجميع يثبتون لله ذات، سبق وشرحنا هذا لما تكلمنا على الذات. الذات علماء الكلام والفلاسفة وغيرهم يثبتون ذات لله عز وجل، وعليكم السلام يثبتون لله عز وجل الذات صح، وبعضهم ينفي الصفات، يثبتون الذات من غير صفة. من غير صفة. طيب أنت تقول له أنا لا أعرف من الذات، هل تثبت لله الذات؟ يقول لك نعم. فتقول له أنا لا أعرف من الذات إلا ذات ذوات المخلوق، فيقول لك لا، ذات الله ليست كذات المخلوق. فتقول له أنت كذلك صفات الله ليست كصفات المخلوق، كصفات المخلوق. فأنت دائما تقول له الكلام في الذات هو فرع عن الكلام في الصفات، هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام وغيره، فالكلام في الذات هو فرع عن الكلام في الصفات. فإثبات، فمن يثبت لله عز وجل ذات ليست كالذوات يتعين عليه أن يثبت الصفات ليست الصفات. وإذا قال لا أثبت لله ذات فهذا يكون قد خرج عن المعقول والمنقول، ويكون بذلك قال بزبالة عقله ويتكلم على إله معدوم لا يوجد أصلا. لذلك هذه القواعد من خلالها ندرك ونعلم أن الله وعليكم السلام أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنثبت لله ذات ليست كالذوات، ونثبت له صفات ليست كصفات، ونثبت له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى ماذا؟ فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله أسماء الحسنى. فالأسماء الحسنى هي ما من اسم إلا ويتضمن صفة، الرحمن يتضمن صفة الرحمة، القدير يتضمن صفة القدرة، العليم يتضمن صفة العلم، الحكيم يتضمن صفة الحكمة، والواجد الماجد الأول الآخر الظاهر الباطن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه أسماء كلها تتضمن ماذا؟ ما من اسم إلا ويتضمن صفة. من خلال هذا نقول أن معرفة الله لا تكون بعقول الناس وبعقول البشر، وإنما تكون بالنصوص، تكون بالوحي، تكون بالوحي بالسمع، قال الله قال الرسول، لأن ربنا سبحانه وتعالى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالرسالة، الرسالة علمتنا الأحكام، أحكام العبادة وأحكام كثيرة تتعلق بالحلال والحرام، وأخبرتنا عن الله، أخبرتنا عن الله وعن أسمائه وعن ذاته وعن صفاته وعن الجنة وعن النار وعن الملائكة وعن الجن وعن أشياء كثيرة. فهذه الأشياء غيبيات، هي أشياء نؤمن بها مع أننا لا نراها، فهي غائبة عنا، كل ما غاب عنك ولا تراه فهو غائب،
فهو من الغيب. الله جل وعلا سبحانه وتعالى هو كذلك غيب. أنت تؤمن بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب. قيل بعض العلماء التفسير قال الغيب المراد به الله عز وجل، وبعضهم قال القدر، وبعضهم تكلموا في الجنة والنار والأشياء التي لا يحيط بها العقل. يعني الإنسان لا يستطيع بعقله أن يحيط بالجنة أو يصف الجنة أو يصف ثمار الجنة. من وصف لنا الجنة؟ ربنا في القرآن الكريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. ولولا أن الخبر جاءنا من قبل الله عز وجل لم استطاع أحد منا أن يثبت الجنة أو يتكلم عن الجنة أو يتكلم عن الجن أو يتكلم على الملائكة. فهذه الأمور كلها ماذا؟ من الغيب. فلولا الخبر لما قلنا بها. الخبر هو الذي أخبرنا بهذه الأشياء التي نحن نؤمن بها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أول شيء دعا إليه. لم أذكر هذه النقطة ربما في بداية الخلاف في مسألة الدعوة إلى الله عز وجل، وهي ما هو أول شيء على المكلف؟ ما هو أول شيء على المكلف؟ يعني علماء الكلام يقولون أن أول شيء على المكلف هو ماذا؟ النظر في الأشياء ويتأمل المخلوقات حتى ماذا يعرف الخالق. هؤلاء من؟ علماء الكلام. قالوا أول ما يتعين على المكلف أنه ينظر ويتأمل في المخلوقات ويتأمل في هذا الكون حتى ماذا؟ يؤمن بالخالق. ولكن الرسل والأنبياء كانوا مباشرة ما قالوا للناس تأملوا في المخلوقات، ما قالوا للناس مباشرة قل لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه قل لا إله إلا الله تفلح، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن ما دعاهم للتأمل والنظر وما إلى ذلك من أقوال الفلاسفة وعلماء الكلام؟ لأن الإنسان يولد بفطرته مؤمنا بالله، يولد ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه علمنا العقيدة والعبادة والتشريع. العقيدة والعبادة والتشريع. العقيدة ما تعتقد من أمور الغيب، سواء ما تعلق بأصول الإسلام الست وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. هذه أصول الإيمان الست لا بد للمسلم أن يؤمن بها. ثم ماذا؟ العبادة ما تتعبد الله عز وجل به، سواء ما تعلق بالقضاء، ما تعلق بفقه الصلاة والزكاة والحج وما إلى ذلك، والتشريع. العقيدة والعبادة والتشريع، الإسلام شامل لهذه الأشياء الثلاث. التشريع هو ما يتعلق بالسلم والحرب والسياسة والقضاء والمعاملة بين هذه الأشياء التي الأمم لا تقوم إلا بها. لذلك هذا هو الدين الخالص الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى، لا يكون جزء من الدين لله وجزء لغير الله. الدين كله لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ماذا؟ حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دينه. ذلك أنت أيها المسلم يجب عليك أن تكون في المجتمع، أن تكون تفهم هذا الدين كما فهمه الأوائل سلفنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ففهم الدين لا يكون كما يريده العقلاني الذي يريد أن يكيف النصوص ويتلاعب بالنصوص لإفراغ النصوص عن محتواها من أجل ماذا؟ أن يشرع ما يخالف النص الشرعي.
ولذلك نقول أن محمد رسول الله ماذا تفيد؟ تفيد ماذا؟ توحيد المتبوع. هذه تفيد توحيد المتبوع الذي هو رسول الله، أن تفرد الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبادة بالاتباع. نعم. أن تفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. من يفرد بالعبادة؟ الله. الله جل وعلا. نعم. هذا ما أقول في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من عنده ربما استفسار منكم فليتفضل. ليس كمثله شيء، هنا يقصد كل شيء بما فيهم الإنسان. كلمة شيء هي شاملة الأشياء بما في ذلك الإنسان، لأن كلمة شيء هي أعم العمومات، فهي شاملة لجميع الأشياء لا يستثنى منها شيء.